بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله عايزين نضيف المنتج بشكل فعلي. الراجل لما يدوس يتم إضافة المنتج. طيب خلينا نرجع للتمبلتس ونفتح product.html ونرجع تاني للماي كافيه ونفتح product.ring. هنا في الجزئية دي انت يهمك جدا، بص بالنسبه لليوزر نيم ده مش مشكله، لان مش هعمل حاجه اصلا غير لما يكون الراجل مسجل دخول وهجيب اليوزر نيم بتاعه من الكوكي، خلاص دي مفروغ منها. لكن البرودكت اي دي لازم يكون برضو سليم. خلاص اللي انا فاكره ان احنا مأمنينه في التمبلت، ولكن التامين في التمبلت ده ما يعنيش التامين ايضا فين هنا في الجزئيه دي. بمعنى لو انا جيت هنا مثلا وقلت لك اطبع لي ايه بيج فارز للبرو اي دي اللي هو اصلا لو مش موجود بيودي للاندكس اهو برو اي دي. خلاص متهيألي السيرفر شغال بدل احنا بنشغله. لو انا جيت فتحت مثلا كافيه امريكانو عرضه لي وعرض لي تحت واحد، لو انا فتحت السبريسو عرضه لي وعرض لي تحت أربعة، وهكذا. لو أنا فتحت البرودكتس كلها وجيت دوست على أي حاجة زي كده مثلا عرضها لي 14 وعرض لي تحت 14. خلاص القصة بقى فين؟ القصة لما أجي هنا وأكتب صفر، أنا كده بلعب. أه جاب لك هنا واحد لكن تحت هيطبع لك صفر. لو أنا شلت الصفر خالص ودوست هيجيب لك واحد بس مش هيطبع لك تحت حاجة لأنه فاضي. أنا عايز أأمنها كمان في الحتة دي، فهاجي هنا هقول له بص لو هو دخل هنا، خلاص أهو عارف، لو هو دخل هنا كمان اعمل لي الـ A page vars بتاع البرو underscore ID اظبطه لي على واحد. خلاص كده. وهنا برضو يعني هو هنا بنال اعمله لي على واحد، ونفس الكلام هنا لو سترينج يعني حصل ايرور ولا حاجه اهو نيجي هنا كده اهو، اجي هنا كده واقول له ايه كمان اعمل لي الاي بيج بارز اوف برو اندرسكور اي دي اظبطه على واحد، يعني هنا واحد وهنا واحد، فكده تأمنه في الاثنين زي ما أمنته في التمبلت تأمنه في البرمجة جوه، يعني علشان تتأكد ان هو مظبوط. فكده هو فاضي، لو دوست عرض لي تحت واحد، ولو دخلت زيرو ودوست عرض لي تحت ايه واحد، وهكذا. يعني حتى لو دخلت سالب واحد ودوست يعرض لي تحت واحد، يعني يجيب هنا واحد ويعرض لي تحت ايه واحد. خلاص ده انا في حاله ان الراجل لعب، يعني كل ده في حاله ان الراجل لعب فوق في اليو ار ال، يعني ولا اكتر ولا اقل. يعني بفترض اللي مش طبيعي، فاهمني؟ بفترض اللي ايه اللي مش طبيعي. خلاص ده بالنسبه للتامين كده، خلاص بفضل الله عملناه. شيل بقى دي، خلاص كده ضمننا ان هو جاي ببرودكت سليم بفضل الله. خلاص تمام كده اوكي. بالنسبه للتمبلت ده في الزرار اللي هو عليه النجمة او فيفورت اهو، النجمة دي او المفروض ده ايه اد فيفورت اهو، هو ده هو الزرار ده، وهو زرار سبميت عادي جدا وجوه فورم. خد بالك اهو دي سلاش فورم وفوق هتلاقي فورم، يعني هو جوه فورم اصلا اوريدي. خلاص حلو قوي. فلو انا جيت هنا واديته نيم اهو، مش اد تو كارت، لا اللي بعده اللي هو النجمة، نيم بيساوي اد اندرسكور تو اندرسكور فيفوريت او بي تي ان في الاول كمان بي تي ان اندرسكور اد تو فيفوريت. خدت دي كده، هعمل سيف الاول وهاخد دي كده كوبي، وهروح على برودكت دوت رينج وهاجي هنا اقول له بص if is name
فاوند. لو الراجل داس على الزرار ده بس كده، وادي اوك، يعمل ايه؟ عايزين نضيف الكلام ده في الفيفوريت. طبعا في البداية مش هشتغل خالص 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 غير لو از اندرسكور لوجن. خلاص اهو اف، لو از لوجن اشتغل، غير كده ما تشتغلش. ادي اوك خلاص، يعني ما تشتغلش غير لو از لوجن، ما تشتغلش خالص غير لو از ايه؟ غير لو از لوجن. ماشي طيب، لغايه كده بفضل الله تمام. لو هو از لوجن انا عايز اجيب اليوزر نيم، لو هو از لوجن انا عايز اجيب اليوزر نيم. اليوزر نيم بيساوي ايه؟ خلاص بقى هو از لوجن، ايه بيج فارس اوف، بنسى اسمها طويل، كوكي مش عارف لوجن يوزر، باين هي اسمها في حسونه ويب هنا اهي، هجيب اسمها من اي حته وخلاص. اهو برودكت رينج، هاجي هنا احط اسم ايه كده، انا جبت الايه اليوزر نيم. وبالنسبه للبرودكت اي دي بفضل الله سهل تمام. فقبل البرودكت اي دي انا عايز اجيب اليوزر اي دي، فهعمل هنا يوزر اندرسكور اي دي، ده بيساوي ايه بقى؟ جيت اندرسكور يوزر اندرسكور اي دي تقريبا، ده اسمه إن لم انسى يعني، واحط هنا اليوزر ايه نيم. عرفتوا ليه عملته بقى؟ خلاص كده انا جبت ايه اليوزر اي دي بدلاله اليوزر نيم. خلاص اجي هنا اقول البرو اندرسكور اي دي بيساوي ايه بيج فارس اوف برو اندرسكور اي دي، خلاص اللي احنا امناه من شويه كده. انت عندك اليوزر اي دي والبرو اي دي، تيجي بقى بكل سهوله بفضل الله اهو تعمل ايه؟ تنادي على اد، ولا كان اسمها ايه؟ نسيت. اد فيف برو، اد فيف برو اهي، يجي هنا تقول له ايه اد فيف برو، خلاص وتحط له هنا اليوزر اندرسكور اي دي، وتحط له البرو اندرسكور اي دي، صح؟ يوزر اي دي وبرو اي دي، خلاص هنا يوزر اي دي برو اي دي بس. ادي ايه سيف، خلاص كده ماشي. خلونا بقى نجرب الكلام ده. انا دلوقتي داخل بحد، مش داخل بحد لا، فلو انا جيت هنا وعملت اي حاجه، لو دوست على ده عمل ايه؟ ما عملش حاجه، ما عملش حاجه خالص اهو، اهو ما عملش حاجه، ما عملش حاجه، لان اصلا هو انت ممكن بقى تيجي بعد كده تظهر له ده لو هو لوجن، فاهمني؟ لو هو لوجن تظهره له، بمعنى يعني اجي هنا في التمبلت نفسه ده الزرار اهو بتاع الفيفوريتس صح، او الاد كارت كمان. هو ازاي هضيف في الكارت برضو من غير ما يكون مسجل عندنا؟ يبقى انا ممكن اجي هنا، ده الزرار الاول وده الزرار التاني اهو، خلاص اجي هنا في الجزئية دي كده اعمل كود رينج، اقول له اف ايه بيج فارز اوف اللي احنا عملناه اللي هي از اندرسكور لوجن، خلاص وحط الاوك هنا، فيقوم هو ما يعملش الزرارين دول اصلا، ما يظهرهمش خالص، ما يظهرهمش خالص الا لو الراجل عامل تسجيل دخول بس. تعالى هنا شغل بقى كده، شغل الصفحه من الاول اهي، جاي لك المنتج لكن مفيش زراير اصلا، انت خدت بالك من اللقطه دي اهو؟ جاي لك المنتج مفيش زراير،
لو رحت بقى عملت ساين ان بوائل مثلا اهو، ورحت عامل لوجن، لو رحت على اي منتج ظهر الزرارين عشان انت عامل لوجن. خلاص حلو قوي. لو انا مثلا رحت على اول برودكتس وجبت الكافيه ويز فانيليا اللي هو رقم 21 ودوست اد في الفيفوريت، كده اتضاف خلاص. ماشي كده ايه اتضاف تمام. اوكي. ممكن بعد كده بقى لما نبقى نعمل ان شاء الله صفحة للفيفوريت نبقى ننقله ليها، يعني بعد ما يضيفه ننقله ليها ان شاء الله بعدين ان شاء الله. خلاص لكن عايزين نتأكد ان هو تم اضافته، فشغلي لو سمحت البوست جرين عشان نشوف ايه الاخبار. خلينا نفتح السيرفرز، نفتح البوست جري، ده الجدول اهو، كليك يمين اليوزر رقم واحد اللي هو وائل، المنتج رقم 21 اللي هو كافيه ويز فانيليا. تمام. لا مضافوش للأسف. ليه بقى مضافوش؟ تمام احنا في نفس السيرفر مظبوط اهم حاجة. تمام. طيب نشوف ايه الموضوع. يعني هو هنا لما داس على الزرار ايه اللي حصل؟ نبدأ نتتبع. is login، is login ده على فكرة تقريبا اول مرة اجربها. is login دي اول مرة اجربها. طب معلش خليني اطبع هنا تكست على اي حاجة، اوك مثلا ولا حاجة، فريش في الموقع يعني طبيعي لي اوك. ده في حال ان هو داس على الزرار، خد لي بالك اهو بص كده ما طبعش، لكن لما ادوس على الزرار طبع اوك. ماشي كده. طيب تمام. خد بقى دي كات عشان انا شاكك في الايز لوجن دي مش عارف ليه، لان اول مره اجربها. هعمل سيف واجي هنا ادوس طبع اوك، يبقى هو دخل فعلا في الايز لوجن. ماشي شيل دي دوس اوكي، دوس على ده. تمام. هذا انا ممكن اخليه بعد كده بوست، مش قصة يعني. امال ايه مشكلته بقى؟ طب خلاص جيت يوزر اي دي تمام ولا ايه؟ طيب خلينا نطبع الحاجات دي نشوف ايه النظام. يعني نعمل تكست نطبع فيه اليوزر نيم تمام، ونطبع فيه اليوزر اي دي اوكي، ونطبع فيه البرو اي دي. شوف ايه النظام. ماشي دوس. انا شكيت فيها برضو، دي مش بعت حاجة ليه؟ ما احنا جربناها قبل كده. طب انت كاتب اسمها غلط ولا حاجة؟ هي جيت يوزر اي دي صح كده ولا مفيش اندرسكور هنا ولا ايه؟ ماشي فين هي جيت يوزر اي دي؟ اهي مظبوط اسمها مظبوط. لو التايب بيساوي ليست ابعت لي الاي دي. امال ايه مشكلته؟ جيت يوزر اي دي اهو هنا دي جيت يوزر اي دي، وخد اليوزر نيم اوريدي. هو خد ايه؟ خد اليوزر نيم. ليه بعته هنا فاضي بقى؟ المنتج واحد، لو غيرت المنتج خليته 4 مثلا ودوست، لا ده بعت واحد. غريبة دي، مش احنا قلنا برو اي دي تمام ولا ايه؟ انت مغيرتش المنتج اصلا. شيل الزرار ده
دوس على اسبريسو، ده اسبريسو، دوست راح خلى واحد. تمام، طيب دي هنعالجها مع بعض ان شاء الله المرة القادمة.